السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو السابع في موضوع الطريقة العلمية والثوابت الكونية. كما نرى هنا على الشاشة، هذا ما يسمى هنا تسمى البوتنشال سنجلاريتي، اللي هي عبر عنها القرآن الكريم بالرتق. الآن حسب نظرية البيج بانج المثبتة علميا، الكون بدأ من هذه النقطة التي تسمى سنجلاريتي، اللي هو سماها القرآن رتقا، رتقا ففتقناهما، انه الكون كله كان في نقطة اصغر من البروتون تسمى السنجلاريتي في المصطلح الكوني. في علم الفيزياء الكونية المصطلح لها سنجلاريتي، كما ترى هنا على الشاشة مكتوبة سنجلاريتي. طبعا هذا الرتق بالنسبة للبلاك هول، اللي هو نفسه تقريبا يعني نفس المفهوم تبع السنجلاريتي تبع البيج بانج. فالسنجلاريتي هنا للكون للبيج بانج كما هو مثبت علميا بالأدلة العلمية. نظرية البيج بانج مثبتة بأدلة علمية كثيرة، أدلة علمية رياضية وأدلة علمية كونية مشاهدة، فلهذا هي تسمى يعني هي أغلب النظر يعني أكثر علماء الكون يقبلونها كتفسيرا لخلق الكون. الآن ليس هذا موضوعي، موضوعي هو السنجلاريتي. الآن هذه السنجلاريتي حسب نظرية البيج بانج، حسب قانون الثيرموداينامكس اللي هو القانون الثاني، هذه السنجلاريتي منظمة تنظيما بديعا، لأنه كل ما عدنا بالزمن إلى الوراء في بالإنثروبي، الإنثروبي تقل، فبالتالي النظام يزداد حتى نعود إلى السنجلاريتي. فالنظام في هذه السنجلاريتي مرتفع جدا، يعني السنجلاريتي تبعت البيج بانج هي في قمة النظام حسب القانون الثاني للثيرموداينامكس الإنثروبي. الآن قد أسأل سؤال، الآن المعلومات، هل المعلومات الفيزيائية جاءت قبل الفتق أم بعد الفتق؟ يعني عندما كان عندنا هذه النقطة اللي هي سنجلاريتي، هل المعلومات كانت موجودة داخل هذه النقطة أم كانت لسه المعلومات لم توجد؟ طبعا العقل والمنطق وقانون المنطق يقول أن المعلومات اللي هي قوانين الفيزياء والمقادير والثوابت الكونية المفروض أنها تكون موجودة داخل السنجلاريتي قبل فتق السنجلاريتي، وإلا الفتق نفسه معلومة، وهذا ما يسمى معلومات في الفيزياء. الفيزياء المعلومة ننظر لها، مثلا عندنا جسيم له متجه سرعة، فهذا هذه معلومة، وله زخم حركي، هذه معلومة، وهكذا. المعلومات اللي هي بما فيها معلومة للفتق المفروض تكون موجودة في السنجلاريتي قبل فتق السنجلاريتي. وهنا نطرح سؤال، من أين جاءت هذه المعلومات؟ طبعا لا يوجد تفسير منطقي إلا أنه في خالق منفصل عن السنجلاريتي، منفصل عن الزمكان، هو الذي وضع هذه المعلومات اللي هي قوانين الفيزياء في السنجلاريتي. هذا حسب قانون المنطق، وبالطريقة العلمية يجب أن نحتكم لقانون المنطق، ويجب أن نحتكم لقوانين كثيرة في التفكير العلمي حسب الطريقة العلمية الحديثة. فهذا ما أردت أن أبينه، أنه الطريقة العلمية الحديثة تجبرك على التفكير بنمط معين ومحدد حسب قوانين الفيزياء وحسب قوانين المنطق،
وحسب قوانين الإحصاء. فالتفكير في بالطريقة العلمية الحديثة منضبط بقواعد الطريقة العلمية الحديثة، وهي كثيرة. منها يدخل في قانون المنطق، منها يدخل في قانون الإحصاء، منها ما يدخل في قوانين الفيزياء، وهكذا. فجزاكم الله خيرا، السلام عليكم.